ذكر الله عز وجل عظيم. فالله الله إخوان، سمعت قصة مرة في إذاعة القرآن الكريم في برنامج كيف أسلمت لرجل من الفلبين يحكي قصة إسلام. ذكر أنها يعني في المملكة من 8 سنين يعمل في شركة. قال وما حصل أن أحدا عرض علي الإسلام، التقصير لا يغفر. قال وكنت أتعاطى الشعوذة، كانت تأتي الشياطين إلي، فإذا رفع الأذان في القناة الثانية، القناة الثانية كانت بلغة أجنبية، فإذا رفع الأذان هربوا. أنا لا أعرف الأذان وأسألهم فلا يخبرونني. قال ويوم الأيام دخلت الرياض فسمعت الأذان، فقلت ما هذا؟ إيش هذا الصوت؟ قالوا هذا أذان. قلت ما أذان؟ قال هذا أذان الصلاة يسمع الناس ويصلون. قال فعلمت وأيقنت أن هذا الأذان حق، ذكر تفر منه الشياطين حق. فكان أول دخوله بالإسلام بسبب سماعه الأذان. نحن على كل حال واثقون يا إخوان بما شرعنا وكتاب ربنا، هذه قصة من الواقع تدل يا إخوان على عظم الذكر، عظم الذكر. وفي الحديث المخرج في الصحيح إذا سمع الشيطان مؤذن أدبر وله ضراط، حتى إذا قضي التثويب الأذان رجع، حتى إذا ثوب الصلاة، يعني حتى وأنت في الصلاة لن تسلم من أذى. لكن مع ذكر الله يحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان ويحيطه بحسن الحصين وحرسه المكين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد